رسميا الايباد برو هو اضعف منتجات ابل كاحتمال، ولو مش عاجبك النوتش فشركة شارب عملت لك موبايل بس بنوتشين. ويا اهلا وسهلا بيكو في نشرة لوين. كلنا انبسطنا وانبهرنا بالايباد برو الجديد وازاي فيه الفيتشرز الرهيبه، واخيرا ابل حطت يو اس بي سي وادانا بالهيدفون جاك وكده، ولكن اختبارات تانية الايباد برو ورتنا فضايح عن الجهاز. حرفيا الايباد برو ده من اسهل الاجهزه اللي انت ممكن تمسكها كده اهو وتتنيها نصين. فعلا الموضوع طلع يعني مبهر بطريقه تخوف. السبب الرئيسي لكده يعود ان الايباد برو الجديد بسمك 5.5 مليمتر، طريقه من ارفع الاجهزه الذكيه اللي ممكن تمسكها في اي حاجه سواء موبايل او تابلت. وفي نفس الوقت في الاطار الرفيع قوي ده في خروم للميكروفون وفي خروم لانك تركب اكسسوارات الايباد، فمخليه الحته الحديده الموجوده فعلا في الحافه بتاعت الجهاز اقل من 5 مليمتر اللي هي اقل من كده، ودي اكتر نقطه في الجهاز مجرد ما هتمسكه حرفيا لو عملت كده هيتن هيكسر هيبوظ، الشاشه هتطلع منه وهيبوظ بسرعه جدا. الموضوع ده بيفكرني شويه بالايفون 6 بلس، انك لو حطيت الموبايل ده في جيبك لورا وقعدت عليه بعد كده قمت هتلاقي الموبايل حرفيا بقى اللي هو مدور بقى فليكسبل فود على طول. ربنا يستر كده يعني، والناس اللي اشتريت ايباد برو ما يحصلهاش مشاكل يعني، بس للاسف انت هيحصل لك مشاكل لو انت ما خليتش بالك منه وركبت له كفر حديد كده اللي هو بيخليه مستقيم. فضيحه ورا فضيحه، فيسبوك بيفقد مصداقيته والناس بدات تزهق منه، وتقريبا نقدر نقول قرب ال 50% من مستخدمين الفيسبوك في امريكا في خلال الاشهر اللي فاتت شبه قفلوا وعملوا ديليت لحساباتهم تماما من على فيسبوك. بس على الناحيه الثانيه في فرقه جديده طلعت كده تقول لك هو انت برضه انت عندك الميموريز بتاعتك، هو للاسف احنا بنقول حاجه زي كده ولكن ذكرياتك على الفيسبوك، انت ذكرياتك اللي موجودة على الفيسبوك حرفيا مش موجودة في اي حتة تانية. وقت ما خرجت خروجة مع اصحابك وصورت صورة نزلتوها على الفيسبوك من 2012 مثلا، وفيسبوك يجي يفكرك بيها النهاردة، وطبعا في 2012 ما كنتش بتصور صورة وتطبعها وبتحتفظ بيها، فالمصدر الوحيد لذكرياتك في السنين اللي فاتت هو الفيسبوك ميموريز. وفيسبوك حاليا الفترة دي لو انت لاحظت نوتيفيكيشن يومية عن الميموريز وكل تحدياتها وكل قدرتها بتحطها اللي هي تفكرك بذكرياتك، وبقالك 9 سنين صاحب مش عارف مين وما خرجتش مع مين بقالك فترة، وتبعت له مسج مش عارف مين، طب ما تبوك تزغزغ واحد صاحبك، كل الحاجات دي موجودة على فيسبوك. وفيسبوك بتحاول تركز على ذكرياتك وتحاول تماركت نفسها حاليا بناء على ذكرياتك اللي موجوده على الفيسبوك ومش موجوده في اي مكان تاني. بصراحه انا مش عارف انا على الناحيه الايجابيه ويلا ونستعيد ذكرياتنا ونحب فيسبوك تاني، ولا على الناحيه التانيه اللي هو فيسبوك مش قد المعلومات اللي هم بيخزنوها عننا ما يستخدموهاش، اللي هو 25 مليون حساب امريكي بتاع ناس في امريكا اتسربت واستخدمت اللي هي تلعب في الانتخابات الرئاسيه في امريكا، وغير الحاجات الخصوصيه اللي ممكن فعلا تاذيك، حاجات زي مثلا كارت كريدت كارد اشتريت مثلا حاجه في كافيه وورلد ولا فارم فيل على فيسبوك زمان، كل المعلومات دي لسه متسجل عندك وممكن تتسرق في اي وقت. ولو فيسبوك مش قد المسؤوليه اللي هي تحتفظ بمعلوماتك خلاص نقفل فيسبوك اكونت ولا فيسبوك. بس انا بصراحه ما زلت على الناحيه الثانيه كده، ولما اعرف انا صاحبت مش عارف مين من 6 سنين، طب ما اكلمه ونخرج مع بعض، واللي هو نحول الذكريات دي لحاجات حقيقيه، ومش بعمل ذكريات جديده على الفيسبوك خلاص، الذكريات الجديده بقت كلها على بلاتفورمز ثانيه زي مثلا جوجل فوتوز، زي قناه الفلوجات اللي ما نزلش عليها فيديوهات بس ان شاء الله هينزل. بس انا بصراحه كده يا جماعه على الناحيه اللي هو انا ما زلت بحب فيسبوك وما زلت بستخدمه بس مش قوي يعني، بس بحب قوي الفيتشرز اللي فيه اللي هي الميموريز. وعلى ذكر فيسبوك، لو فاكرين يا جماعه من فتره فيسبوك عمل حاجه اسمها واتش بارتي، يعني انت هتقدر تدخل وتتفرج على فيديوهات مع ناس تانية، تعمل زي لايف ستريم عباره عن فيديوهات كلكم تتفرجوا على نفس الفيديو مع بعض. الفيتشر دي هتتنقل في الاسابيع اللي جايه لماسنجر، هتقدر انت وواحد صاحبك في ماسنجر تبعتوا فيديو لبعض وتتفرجوا عليه مع بعض، يعني فيتشر لطيفه وفاهم بتجيب الاصحاب مع بعض. بس انا رايي بصراحه انت لو عايز فعلا تعمل حاجه زي كده خد صاحبك ده وانزلوا اقعدوا مع بعض وشغلوا فيديو مع بعض وانبسطوا مع بعض، احسن ما تخلوها كلها اونلاين في حاجات يعني مش حقيقيه قوي، يعني انزلوا على ارض الواقع احلى بكتير. المستح الاجتماعي يوسف لويني. فكان يا جماعه تسريبات البيكسل 3 والبيكسل 3 اكس ال اللي نزلت قبل الاعلان الرسمي عن الموبايلين دول بتقريبا شهرين، وكان موقع روسي وبنت روسيه كانت طالعه الموبايل وقعدت تلعب بيه كده، والتسريبات دي كلها نزلت وكان اللي هو امكانيات الرسميه للموبايل والديزاين وكل حاجه نزلت رسميا قبل الاعلان الرسمي بشهرين. نفس الجورنال والشخص اللي سربوا تسريبات البيكسل 3 والبيكسل 3 اكس ال حاليا سربوا برده فيديو جديد لموبايل هيكون اغلب الظن هو بيكسل 3 ميني. من الصور والفيديوهات اللي اتسربت بنشوف ان الموبايل ده واخيرا بيرجع له حاجه مهمه جدا
وهو مدخل الهيدفون جاك. الموبايل ده مش هيكون الموبايل الفلاكشيب، يعني انت بتتكلم هنا عن شاشه فول اتش دي بلس 2220 × 1080، حاجه كويسه. شاشه حجمها 5.5 بوصه اي بي اس، مش اولاد ولا اميرد ولا حاجه قويه. والمعالج هنا مش السناب دراجون 845 ولا الحاجه دي، لا هو المعالج هنا سناب دراجون 670، معالج يعتبر اعلى من الميد رينج حاجه بسيطه. يعني المعالج ده لو انت هتشتري في موبايل من الموبايلات المتوسطه هتدفع في الموبايل ده مثلا حوالي 7000 جنيه اللي هو تقريبا 350-400 دولار. هل السعر هيكون كده فعلا، وهل الموبايل ده هيكون هو التشيبر جوجل بيكسل، ولا هل هيكون موبايل تاني اصلا من سلسله تانية جوجل شغال عليها؟ ما نعرفش، ولكن اتمنى فعلا ان هو يكون في رينج 400 دولار ما يزيدش عن كده، عشان هي دي كانت فكره موبايلات جوجل من البدايه، اللي هو الجالكسي نكسس والجوجل نكسس 5 والنكسس 6 وال6 بي. كل الموبايلات دي كان فكرتها ان هي موبايلات رخيصه، اللي هي بتيجي بامكانيات فظيعه بسعر رخيص زي ما شركه ون بلس كانت بتعمل. وبعد كده لما جوجل قالت اه ده احنا بقينا نبيع، طب ما نغلي بقى السعر ونخليه ب 800 و850 و900، حاجات غريبه كده. فاتمنى جوجل فعلا ترجع وتنزل موبايل بادجت بامكانيات عاليه، واعتقد ده ممكن يكون هو الموبايل. في مؤتمر المطورين بتاع جوجل، جوجل اي او 2018، كان اعلنوا عن فيتشر جديده في الاندرويد وهي الكول سكريننج. يعني معنى صح، لما نمره غريبه تكلمك مثلا ممكن تدوس على زرار، الزرار ده يكون الجوجل اسيستنت يكلم الشخص ويقول له انا جوجل اسيستنت بتكلم بالنيابه مثلا عن يوسف وانت عايز ايه، فيعمل له كونفرزيشن ويقول له لا انا عايز مثلا انا بتاع ارامكس جايب لك شحنه، فالتاني يقول له خلاص تمام هوصلك باليوسف بقى اللي هو انا رد عليه. الموضوع ده كان هدفه الاساسي اللي هو يمنع الناس اللي جايه تبيع لك مثلا حاجات او رايحه شركه مش عارف ايه عندنا ايه، اللي هو تمنع الناس دي اللي هتوصل لك وتريح دماغك منهم. بصراحه فيتشر ذكيه ممتازه جدا، هي للاسف لسه مش مدعمه بالعربيه، هي مدعمه بالانجلش وممتازه جدا. والاحلى من كده ان الفيتشر دي نزلت كابديت لكل موبايلات البيكسل 2 والبيكسل 2 اكس ال، نزل لهم ابديت الكول سكريننج، لكن بقيه الموبايلات اللي في العالم مش هينزل لها اصلا موضوع السوفت وير بتاع جوجل اسيستنت اللي يرد على الناس، هيكون اكسكلوسيف لجوجل بيكسل 2 وبيكسل 2 اكس ال والبيكسل 3 والبيكسل 3 اكس ال. النشره دي مليانه حاجات سوفت وير، وانا بحب بصراحه اتكلم عن سوفت وير عشان انا بقى خريج سوفت وير وبدرس سوفت وير. المهم يعني نرجع بالزمن لتقريبا اكتوبر 2018 لمؤتمر مطورين بتاع ابل، وفي الاي او اس 12 بيتا ساعه لما اعلنوا عن النظام الجديد بتاع الاي او اس قال لك فيه اللي احنا عايزين نعمل فيتشر جديده وهي السكرين تايم. يعني بمعنى صح ان انت تقدر تتحكم بالحاجات اللي بتاخد وقتك على الايفون، انت مثلا تحط نص ساعه في اليوم انستجرام، ربع ساعه فيسبوك، ساعتين ايميلات، اللي انت تقدر تتحكم انت عايز تضيع وقتك في الموبايل في ايه. فيسبوك طبعا عجبتها الفكره وقالت ايه فكره حلوه اهي يلا نسرقها، بس تقريبا هي مش عارفين هي هتعود عليهم بالسالب بعدين. ودلوقتي في خلال الايام اللي جايه هيكون في فيتشر جديده في انستجرام هتسمح لك انك تحد نفسك من استخدام انستجرام يوميا. يعني انت تحط لنفسك مثلا انا مش هستخدم انستجرام غير مثلا نص ساعه في اليوم، وبعد ما تخلصهم انستجرام مش هيفتح، لو قلبت ايه مش هيفتح غير اليوم اللي بعده. انا مش عارف بصراحه هيكون فيتشر كويسه ولا لا، هي يوتيوب عملت نفس الموضوع ده، ولكن بعد شويه كده دارت عليه ولقيت الموضوع ده جاي عليها بخساره، فراحت قفلته كده وخبته جوه الابلكيشن بتاعتها. انستجرام داخله بقلب جامد وقالت احنا هنعملها، ولكن تقريبا برضه هيكسكسوا كده ويحطوه كده تحت كده يخبوه في اي حته كده، لو احنا عندنا الفيتشر اه بس مش هتلاقيه. يعني انت محتاج تدخل جوه السيتنجز جوه 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 هتلاقيه بقى جوه، مش هتلاقيه. كلنا يا جماعه عارفين ان اكبر قناه بتعمل محتوى على اليوتيوب وفضلت اكبر قناه على اليوتيوب تقريبا 3 او 4 سنين هي قناه بيودي باي او فيليكس اللي بيعمل فيديوهات عن الجيمنج وكوميديا وحاجات زي كده. قناه بيودي باي من وقت انا بعمل الفيديو ده عندها تقريبا 70.5 مليون سبسكرايبر، ده مش غلط، هو فعلا 70.5 مليون شخص عملوا سبسكرايب لقناه في يوتيوب وهي قناه بيودي باي. وفي خلال اسابيع اللي فاتت في قناه هنديه باسم تي سيريز بتعمل ميوزك فيديوز وافلام هنديه وبتنزل تقريبا 6 ل 9 فيديوهات في اليوم وبتتشهر باربع اضعاف معدل الزياده بتاع بيودي باي. تي سيريز بتتشهر بيه عشان هي طبعا موجوده في الهند وسكان الهند اكتر من 1.5 مليار بني ادم، فاللي هو هيكونوا اكتر بكتير. فدلوقتي متابعين بيودي باي عملوا حمله اعلانيه في التلفزيون وفي الراديو وفي يفط في الشارع بتقول الغوا اشتراككم من تي سيريز واشتركوا في قناه بيودي باي، لدرجه الموضوع انت متخيل مثلا في يافطه في الشارع بتقول لك الغي اشتراكك في تي سيريز واشترك في بيودي باي، الراديو تفتحه. الموضوع ده كان بطريقه غريبه وبعض القنوات عملت حاجات كوميديه على حاجات زي كده، بس الموضوع كله مساله وقت، وفي خلال اقل من اسبوع تي سيريز هتتخطى بيودي باي زي ما هو برده موضوع مساله وقت. وقناه عبد الله رخف بكره تقريبا او بعد هتتخطى قناه لو انت تاكل اول مره في التاريخ، فمش عارف اقول لكم ايه بصراحه. روح الغوا اشتراككم قناه عبد الله واشتركوا عندي انا عشان نفضل اكتر من عبد الله عادي، يعني احنا كلنا مع بعض بنحب عبد الله جدا يعني. وبصراحه كان نحب نستغل النشره دي كده اقول لك مبروك عبد الله عدتني، بس خلي بالك الايام اللي جايه كده خاف على نفسك وانا ما عنديش اي افكار يعني مش هخاف اتحداك ايها عبد الله رخم. في اول شهر نوفمبر جوجل كلمت معظم التك انفلونسرز على يوتيوب وعلى كل حته، قالت لهم احنا عندنا فيتشر جامده جدا اسمها النايت سايت،
وعايزينكم تجربوا الفيتشر دي في البيتا فيرجن من غير كده ما تقولوا اي حد وجربوها كده منكم ومن بعض. بعد كده بقى نزلوا فيديوهات وقولوا رايكم فيها. فيتشر الرؤيه الليليه او النايت سايت في الكاميرا بتاعت جوجل بيكسل فكرتها بسيطه جدا ان هي بتوريك الحاجات بالليل. عارف يا جماعه انتوا مش متخيلين يعني ايه انت شايف الحاجه بعينك كده شايفها سودا، طلع الموبايل تصور صوره تبص على الصوره هتشوف الحاجات اللي انت مش شايفها. الموضوع ده بيشتغل بطريقه مش واقعيه. كان بقى في نص الغابه ومفيش ولا لمبه ولا قمر منور ولا اي حاجه انت شايفها، بتطلع على الموبايل الموبايل شايف انت مش شايف. الموضوع ده كان غريب جدا وتكنولوجيا رهيبه بصراحه من جوجل، وهي عملتها عن طريق اللي هي بتستخدم حاجه اسمها الشاتر سبيد. بتقلل قوي الشاتر سبيد ده بحيث ان الكاميرا بتاعه الموبايل تفضل تاخد ضوء 4 او 5 ثواني، وانت المفروض تفضل ثابت ال 4 او 5 ثواني دول، وبعد ما تخلص تجمع كل الوقت ده في صوره واحده وتطلع في الاخر نتائج خرافيه ولا مش واقعيه. ازاي قدرت الكاميرا تعمل كده؟ بصراحه تكنولوجيا رهيبه، واتمنى كاميرا زي سوني مثلا يكون فيها فيتشر زي دي، بس الموضوع ده مش هيحصل بس اتمنى. لكل محبين لعبه ببجي يا جماعه احب اقول لكم ان رسميا يوم ديسمبر 7 اللي جاي اللعبه دي هتكون متاحه على البلاي ستيشن 4. فانت لو معاك كده $30 او $40 او $50 او $60 على حسب بقى انت عايز تشتري اني فيرجن من اللعبه، حوشهم كده عشان هتروح تشتري اللعبه يوم ديسمبر 7 اللي جاي. مبروك، بس يعني انت لو فعلا متحمس اول حاجه زي كده احب اقول لك يعني انت محتاج تعمل حاجات تانية في حياتك غير انك تلعب ببجي. وقت ما كل الشركات كانت شايفة ان المستقبل هو الشاشة بدون حواف وبدون نوتش وبدون اي شيء، شارب كانت شايفة حاجة تانية وعملت لنا موبايل الاول في العالم اللي يجي باتنين نوتشات، نوتش من تحت ونوتش من فوق. نوتش للزرار الهوم عشان هو ما ينفعش، لازم يكون في زرار هوم، ما ينفعش يكون زرار سوفت وير، لا لازم يكون زرار هاردوير في البصمة في كل حاجة، ويحط لك نوتش برضه فوق للكاميرا. لو بجد يعني تعملوا ايه يعني؟ بس ماشي، هم عملوا موبايل بنوتشين. مسلسل بوكيمون نزل من زمان جدا وكلنا حبيناه، بعد كده اول ما لعبة بوكيمون جو نزلت كلنا اتهبلنا، وازاي ممكن تنزل في الشارع وتقابل ناس وتصطاد بوكيمون في الشارع؟ كان شكلها عبيط شويه ولكن هي اللعبه كانت حلوه بصراحه. ودلوقتي بقى شركه نينتندو حبت ان هي تاخدها للليفل اللي بعده وعملت فيلم بيكاتشو، فيلم كامل باخراج سينما قوي وبحاجات قويه، والاعلان التشويقي عن الفيلم ده التريلر بتاعه في اول اسبوع على يوتيوب جاب 50 مليون مشاهده في اول اسبوع من ان التريلر ينزل على يوتيوب. بصراحه ارقام خرافيه، والتريلر شكله جامد جدا، وانا اول واحد هدخل فيلم ده بصراحه، مش اعلان ولا حاجه بس انا هدخل الفيلم ده عاجبني. معلش يا جماعه اخر نشرتين ما عملناش موضوع الاحصائيات، ولكن هنرجع تاني نعمل احصائيات المره دي كده، احصائيات في السريعه وخفيفه. المره الجايه هتبقى حاجه قويه كده متحمس ليها، مش هقول لكم عليها عشان هي فعلا احصائيات قويه ومتحضره وعجبتني جدا، ولكن خلينا نتكلم احصائيات المره دي، وهي عن اشهر برامج التشاتنج الموجوده في العالم. في المركز الخامس بيجي ابلكيشن الفايبر برقم خزعبلي، وهو 480 مليون مستخدم شهري، 480 مليون شخص بيفتح فايبر عشان يبعت مسجات ويتكلم مكالمات. بصراحه كان المركز الخامس يكون فيه قرب النص مليار بني ادم يستخدموا ابلكيشن واحده، ده حاجه غريبه. ولكن انا عايز اقول لكم يعني حاجه بسيطه كده، اللي عامل فايبر هي شركه اسرائيليه، واسرائيل تقريبا سمعتها مش حلوه قوي مع البلدان العربيه وكده، وانا بصراحه بطلت استخدمه قوي. فانت لو بتستخدم فايبر عندك اوبشنز كتير في الليسته هنتكلم عليها دلوقتي، فيعني ممكن تستخدم حاجات ثانيه عشان فعلا مش عايزين ندعم حاجات يعني فاهمين، مش عايزين ندخل في تفاصيل يعني، بس هي حاجه مش حلوه انك تستخدم ابلكيشن زي فايبر من وجهه نظري. المهم نروح المركز الرابع، وشركه سناب شات بصراحه ما كنتش متوقع تماما ان اشوفها في الليسته، وعندها قرب 700 مليون مستخدم شهري بيستخدموا سناب شات ان هو يبعتوا مسجات. بصراحه اللي هو ايه الارقام دي ده بجد، والانبهار ده كان خصوصا عشان احنا في مصر مثلا ما عندناش سناب شات حرفيا، اللي هو كل الناس بطلت تستخدمه. اعتقد الموضوع ده شويه مختلف في السعوديه، وانت عندكم في السعوديه بتستخدموا سناب شات كتير، السعوديين بيتفرجوا اكدوا لي الكلام ده في الكومنتس تحت يعني اذا كنت انا بهرت لو الكلام ده فعلا حقيقي. بس احنا عندنا في مصر مثلا ما بنستخدمش سناب شات ده خالص. وبنيجي في المركز اللي بعده، وهو حاجه برضه غريبه جدا وتقريبا محدش ممكن يكون سمع عنها في الوطن العربي او في اي حته بره الصين، وهو ابلكيشن وي تشات. وي تشات بيستخدموه شهريا 850 مليون بني ادم، اغلبهم بيكون في الصين، ووي تشات ده فيه كميه فيتشرز رهيبه. انت حرفيا انت بتعمل كل حاجه في حياتك عن طريق وي تشات، انت بتبعت فلوس عن طريق وي تشات، انت لما تنزل مثلا تركب تاكسي بتحاسبه عن طريق وي تشات، لما بتروح تصيف في اوتيل بتدفع عن طريق وي تشات، لو انت في الاوتيل بقى وحبيت ان انت تنزل صوره لنفسك بتنزلها على الفيسبوك بوست بتاعك اللي على وي تشات، اللي هو انت عندك وي تشات ده فيه زي فيسبوك كده جواه. فحرفيا ابلكيشن كامل كامل في كل حاجه كده، والصينيين بيستخدموه بطريقه فظيعه يعني. المهم نعلى شويه كده ونزيد 50 مليون مستخدم زياده بس يعني، ونروح الواتساب. واتساب بيستخدموه شهريا اكتر من 900 مليون بني ادم. بصراحه الرقم ده واقعي شويه، وانا انا عارف كل الناس بتستخدم في العالم واتساب، ودي حاجه متوقعه جدا. ولما نروح بقى المركز الاول، وده تقريبا كلنا عارفين مين هو المركز الاول،
وهو فيسبوك ماسنجر، وبيستخدمه يا جماعة شهريا 1,100,000,000 بني آدم شهريا بيستخدموا ماسنجر. بصراحة الرقم ده يعني مش واقعي، اللي هو احنا لو جمعنا كل الناس اللي عايشة كده على وجه الأرض وحطينا واتساب على ماسنجر مع بعض، اللي هو 2,000,000,000 بني آدم شهريا. ازاي في كمية البشر معهم موبايلات وبيستخدموا الحاجات دي؟ بس فعلا فيسبوك قدرت ان هي تحكمنا وتخلينا نستخدم السيرفيسز بتاعتهم ويكسبوا مننا فلوس عشان داتا وحاجات كده. بس فعلا يعني احنا مضطرين نستخدمها بصراحه. عامه يا جماعه دي كانت الاحصائيات ودي كانت نشط النهارده. اتمنى النشط يكون عاجبكم. انا بصراحه بنبسط جدا جدا كل مره بقول لا بنبسط، بس انا بنبسط بصراحه وانا بقرا النشره كده واشاركها معاكم. اتمنى النشط يكون عاجبكم. اتمنى انكم تعملوا لايك وتشاركوا في القناه وتريزوا السبسكرايب وتفعلوا الجرس كده عشان الفيديوهات الجايه ما تفوتكمش، وعشان نزيد بقى ونعدي عبد الله رخه ثانيه اللي انا ما عنديش افكاري خلصت وعبد الله بيعديني، فدي حاجه وحشه احنا عايزين نعديه. سلام، شكرا، شفت فيديو، اشوفكم في الفيديو اللي جاي.